دولة صحفية جديدة مع أبرز ما جاءت به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم، أهلا بكم. البداية بالصحف المحلية ونقرأ من جريدة الأهرام: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة غدا، الرقابة الإدارية تفحص ملفات 3 مرشحين لكل حقيبة، الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية والشباب والسكان. دار الإفتاء تعلن اليوم الثلاثاء 15 من شهر سبتمبر هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1436 من الهجرة، والخميس 24 من سبتمبر هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير. إلى جريدة مصر اليوم ونقرأ منها: عز خارج السباق الانتخابي وهجوم على حب مصر، لا للأحزاب الدينية، سنقصي النور، وجاد ليس ذنبنا غياب المنافسين، الداخلية تعاملنا بالخطأ مع سيارات السياح، العثور على مخزن متفجرات بموقع الحادث، ورئيس المكسيك يطالب بتحقيق شامل. إلى الوطن لليوم الثامن: من حق الشهيد تواصل دك بؤر الإرهاب بسيناء، المنوفية تشيع شهيد القوات المسلحة بهتافات القصاص. رسميا بدء الدراسة بالمدارس والجامعات 28 من سبتمبر، والأمن الإداري بديلا لفالكون الرافعي سرعة الانتهاء من تجهيزات المدارس وتسليم الكتب في اليوم الأول. جريدة الأخبار انفردت بحوار خاص مع الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي، قال فيه: علاقتنا مع مصر جيدة ونتمنى أن تتطور إلى الأفضل، العالم ما زال يعاقبنا على جرائم صدام ونحتاج إلى مشروع مارشال، لن نتحفظ على القوة العربية المشتركة إلا أن الأمر يحتاج إلى تحضير، داعش ليس فاصيلا عراقيا ومعركتنا لا تقوم على أساس طائفي. في مقاله بجريدة الشروق أثنى زياد الدين بهاء على الخطوات التي اتخذتها الدولة لكشف ومحاربة الفساد الذي استشرى في المجتمع، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود من أجل اقتلاعه من جذوره، وقال: هناك ضرورة ملحة لعدم الاكتفاء بملاحقة الفساد السابق والاعتماد أيضا على الرقابة وعلى تغيير النظم والقوانين والممارسات التي تساعد على انتشاره مستقبلا. الأهم من الإيقاع بمسؤول أو أكثر هو تجديد القوانين واللوائح والنظم الخاصة بالمناقصات وتخصيص أراضي الدولة وغير ذلك من أبواب التلاعب والمحاباة التي ينبغي التصدي لها، وبدون هذه المراجعة الشاملة لهذه القوانين والنظم فلن يمكن محاصرة الفساد والحد منه لأن إغراءات تظل كبيرة. بالرغم من تعدد الأحزاب واقترابها من 100 فإن أحدا لا يعرف منها إلا القليل. الأحزاب كلها فردية وتغرق في الانشقاقات وتتعارك قيادتها على سلطة غير موجودة، هل تفيق قبل فوات الأوان؟ سؤال طرحه أكرم القصاص في مقاله بجريدة اليوم السابع، وقال فيه: الأحزاب لم تبذل جهدا للخروج من المكاتب والبحث عن ظهير سياسي بين المواطنين، ولم نرى حزبا سعى لبناء وعي سياسي خلال 4 سنوات، والأحزاب الكلاسيكية تبدو كأنها سقطت، فيما يسبب الحزب الوطني خوفا للأحزاب ما لم يكشف ضعفها وغياب المنطق السياسي لديها. هذه الأحزاب لم تتوقف عن إبداء المخاوف والتهديد بالانسحاب، وهو أمر يمكن أن يكون مؤثرا لو كانت اختبرت شعبيتها، لكن إذا لم يكن لها وجود على الأرض فكيف يمكن أن تظن أن الانتحاب مؤثر؟ نتحول إلى الصحف العربية ونبدأ بمنشطات صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: معارك عنيفة في مأرب ومساع دولية لإقناع الحكومة اليمنية بالتفاوض، امدادات عسكرية روسية إلى الأسد عبر الأجواء الإيرانية والعراقية، الأمريكيون يجمدون هجمات الجيش العراقي والميليشيات في الأنبار، مواجهات الأقصى تتسع والشرطة الإسرائيلية تستهدف المرابطين. من الدستور الأردنية: الأقصى ساحة معركة لليوم الثاني على التوالي، وملك الأردن يؤكد اعتبارا من اليوم ما يحدث في القدس سيؤثر على العلاقة مع إسرائيل، 26 قتيلا و80 جريحا بتفجيرين مفخخين في الحسكة، والهجوم البري للتحالف يتقدم باتجاه صنعاء. والحياة اللندنية: قاعدة عمليات جوية ونشر دبابات الروسية في اللاذقية، كاميرون يلتقي نازحين سوريين في لبنان والأردن ويكشف عن نية بلاده استقبال عائلات سورية نازحة إلى لبنان، ألمانيا تستقبل اللاجئين مستعينة بآلام النزوح التي ولدتها الحرب العالمية. الخليج الإماراتية: المقاومة اليمنية ترفع أعلام الإمارات والسعودية على المواقع المحررة
وقوات التحالف تتقدم على الأرض وتقطع أوصال المتمردين في مأرب. مئات المستوطنين بقيادة حاخامات يواصلون تدنيس وتخريب الأقصى، والحكومة السعودية تترحم على شهداء المملكة، وخادم الحرمين يوجه بمضاعفة الجهود لخدمة الحجيج. تجدد المواجهات في المسجد الأقصى كان محور افتتاحية صحيفة القدس العربية التي قالت إن العرب والمسلمين استيقظوا على مشاهد عدوان إسرائيلية مروعة وغير مسبوقة منذ عام 1969 على المسجد الأقصى. وكالات الأنباء تسمي ما يحدث بالاقتحام، بينما هو في حقيقة الأمر حرب عسكرية مكتملة الأركان بمشاركة عشرات الجنود والمستوطنين. ويبدو أن غياب أي رد عربي باستثناء بيانات الشكب والاستنكار على العدوان في يومه الأول شجع إسرائيل على مواصلة الجريمة. للأسف يبدو أن المسجد الأقصى وحيدا يتيما، وهو ينزف يوما على يد العربدة الإسرائيلية فيما يتفرج عليه مئات الملايين من العرب والمسلمين. فهل يحق لنا التساؤل طالما بقي الفلسطينيون مشغولون بانقساماتهم السياسية والعرب والمسلمون منهمكون بصراعاتهم؟ من سيسكن سوريا بعد تهجير أهلها؟ تساؤل طرحه مقال بصحيفة السياسة الكويتية، مؤكدا أن المشهد السياسي في سوريا وأزمة اللاجئين تطرح تساؤلات محيرة قد تكون الإجابة عليها ضربا من الخيال. هل تكون شرارة الحرب الأهلية في سوريا هي تدبير خارجي مقصود به إخلاء بلاد الشام من أهلها وتشريدهم في بقاع الأرض سيرا على الأقدام وركوب مخاطر البحار هربا من جحيم الحرب اللا أخلاقية؟ المتابع لهذا المشهد يجزم بأن سوريا ستقتلع بأكملها، وسيحل نظام محل نظام وشعب بدل شعب، وستزرع دولة محل دولة، وربما تكون بداية توسع إسرائيل كبرى. فهل هناك من سياستنا من سيقرأ المشهد ويقرأ أحداث المستقبل القريب ويحتاط للأحداث الجغرافية المقبلة؟ ونتحول إلى أبرز ما جاء في الصحف العالمية، ونبدأ من لوموند الفرنسية. المجر تغلق حدودها وتفرض سيطارا حديديا في وجه المهاجرين. جهود فرنسية لاستيعاب الأطفال والشباب من أبناء اللاجئين والمهاجرين بالمدارس لتلقي علومهم، بخلاف دعوات أوروبية. رئيس فرنسا السابق ساركوزي يدعو لإجراءات صارمة في التعامل مع أزمة اللاجئين. من صحف دي سيت الألمانية نتابع. المجر تشدد الإجراءات الحدودية وتهدد اللاجئين بالسجن. ميركل تحت ضغط تلتقي اليوم مستشار النمسا لبحث الأزمة الراهنة. دول أوروبا تبحث الخطة البديلة في مواجهة نزوح اللاجئين. قبل أيام قليلة من انطلاق الانتخابات البرلمانية في اليونان، مناظرة تلفزيونية تظهر خلافا كبيرا بين قطبي أكبر حزبين متنافسين. إلى وول ستريت جورنال الأمريكية، ومنها: التعزيزات العسكرية الروسية في سوريا تثير مخاوف المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية. موسكو تسلم دمشق 6 دبابات في إشارة قوية على أنها تستعد لتحويل المجمع الساحلي الاستراتيجي إلى قاعدة عسكرية جديدة لمساعدة الأسد. السيسي: السياسة الخارجية الأمريكية تتصدر البرامج الانتخابية لمرشح الجمهوريين الذين ألقوا باللوم على أوباما لما وصفوه بالاتفاق النووي المعيب. من الصحف الإسرائيلية نقرأ من جيروسلم بوست: الولايات المتحدة تدعو لضبط النفس عقب مصادمات القدس. استطلاع صناعي عن الهوية الإسرائيلية يظهر تناميا واضح وثابت بين الأغلبية من الإسرائيليين بعدم الرضا عن الطريقة التي تربط بين الدين والدولة وتؤثر على حياة الأفراد والمجتمع. رغم الاختلاف بين العلمانيين والأصوليين في أوجه كثيرة، لكن هناك اتفاقا موحدا عندما يتعلق الأمر بالشؤون الدينية وفشل الحكومة في إسرائيل. الزيارة القصيرة التي قام بها رئيس الوزراء بريطانيا أمس إلى مخيم لاجئين سوريين في لبنان، والموقف الأوروبي من أسوأ أزمة تواجه القارة منذ الحرب العالمية، انتقدته صحيفة الجاردن البريطانية في مقال لها. رئيس وزراء بريطانيا كاميرون الذي زار قبل ساعات معسكر للاجئين السوريين في لبنان استغرق 6 سنوات ليتخذ قرارا أخلاقيا، وكان السبب في ذلك هو غرق الطفل السوري إيلان. لقد قضي الأوروبيون الصيف الأخير وهم يشاهدون القوارب التي تتلاعب بها الأمواج في عرض المتوسط حاملة على متنها آلاف اللاجئين، وكل ما يشغلهم في هذا الوقت ما إذا كان ذلك سيؤثر على جودة مياه البحر
أو سيغلق الشواطئ أمام المصطفين. يبدو أن الغرب أحمق بما فيه الكفاية، لأنه يرفض تصديق أن الأطفال يموتون على أعتاب أوروبا، ولا يمكن أن يقتنع بذلك إلا من خلال الصور. لا تزال تداعيات الاتفاق النووي تحظى باهتمام مقالات رأي. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في مقال لها نبهت إلى عدم تغيير الموقف الإيراني من أمريكا أو حلفائها أو منطقة الشرق الأوسط، وأضافت منذ الإعلان عن الاتفاق النووي منتصف شهر يوليو الماضي، ولم تبدي إيران أي إشارة على استعدادها لتغيير سياستها سواء في التعامل مع واشنطن أو في منطقة الشرق الأوسط. وفي الوقت الذي كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشغولا بتقويض أسلحة الكونغرس لإيقاف إبرام الاتفاق، تعمد النظام الإيراني من التقليل من شأنه بشكل ممنهج. لا يزال الموقف الإيراني واضحا من إسرائيل، ولا يزال التدخل في محيط إقليمه ماثلا أمام الأعين، ولن ندرك ما تتسبب فيه سياسة أوباما من تقديم تنازلات لروسيا وإيران إلا في المستقبل القريب. مشاهدينا الكرام، وهذه وقفة مع رسوم الكاريكاتير. تم جولتنا الصحفية، دمتم في أمان الله.